بكم مشاهدينا الكرام اليوم في حوار خاص رفقة الممثلة الموهوبة والشابة واللي كتخطو خطى ثابتة حول النجومية وهادئة ليلى رباب، مرحبا بك مرة أخرى. شكرا بزاف علاء لهلي خطيك، شكرا على الكلام ديالك زوين، هذا شرف حقيقة ليلى، شرف لي لهلي خطيك. شكرا. اليوم احنا حاضرين بزنقة السعادة، احنا في الديكور ديال داركم هذه. إيه أنا بداركم ياك الدار لي جينا ليهم ورا الفردات من مورا لاكريل. وخلينا رباب الى نهضروا اليوم على الدور ديالك، شفناك في الدراما وتألقتي في البنت المكافحة المغربية اللي كاع الآباء هذاك رمضان تمناو تكون رباب بنتهم، اليوم الكوميديا عرفت كاين علاقة حب، دولي لي على هذه التجربة. هذه تجربة جديدة صراحة، وكنشكر الشيخ خالد نقري اللي خلاني اللي عطاني فرصه ان نجرب الكوميديا ونجرب المهارات ديالي شويه في الكوميديا. الدراما بوغ موا، شوف تراجيدي الا بغينا نقولوا، شي حاجه اللي زوينه بالنسبه ليا كتعجبني، كنلقى فيها راسي. هذه اول مره نجرب راسي في الكوميك، وهذا لقيت راسي فيه، عجبني الحال، وان شاء الله نخليو الناس يكتشفوا الشخصيه ديال ساره اللي هي بنت مومتي عبد القادر مومتي، ومونيا اللي هي الفنانه الكبيره سعاد خويي، وسي محمد الخياري اللي كيعجبني بزاف تبارك الله عليه. اش بينك وبين يسار؟ المغاربه كما حطوا ديك السيكونس اللي تحطات في لابيب وكل شيء ديال كنبغيك يسار. يسار بحال خويا. ولكن بحال خويا. يسار كيبغيني ولكن هو بحال خويا، وكنبغيه بحال خويا. العمل معاه ممتع بزاف تبارك الله عليه، واعر، انا فان ديالو من شحال هادي، وكنقول ليه مسيره موفقه ان شاء الله، وكنتمنى العمل ديالنا ينال اعجاب الجمهور. هل السنه كاينه تجربه في الدراما ولا ركلتي في الكوميديا؟ كاينه تجربه في الدراما، كاين مسلسل حياه خاصه اخراج مراد الخوضي على القناه الثانيه، كنتمنى ينال اعجاب الجمهور الكريم وفوالا يشوفوني هكا وهكا. اكيد موفقه، واختياراتك ديما كتكون صائبه بفنك الهادئ والراقي. انا عرفت انه اليوم انت كتعيشي واحد المأساة الداخليه، واخا هكاك الواجب المهني فرض عليك انك تماكيي وتلبسي وتدلي للتغناص، مالك رباب؟ اليوم كان الموت ديال مجده، ما بغيتش نبكي علاء، وداكشي علاش من الصباح وانا كنقول لك علاء نخليو من بعد. كان الموت ديال مجده، هي صديقه ديالنا، هي يوتيوبرز ومؤثره على مواقع التواصل الاجتماعي. الموت ديالها كان فاجعه، حيت البنت مازال صغيره ومازال عندها طموح في الحياة، وإنسانة قلبها أبيض من أطيب خلقتك. كنتلاقاو في المناسبات، كنسولو في بعضياتنا، إنسانة عيبها بعيد وقلبها أبيض، بغاها الله، ربي حسن منا، وكنطلب الناس كاملين دعوا ليها بالرحمة والمغفرة. كيفاش تلقيتي الخبر رباب؟ واحد الصدمة ميمكنش، أنا كانت عندي سوغ بلاص مع الجوج. الصباح فقت تلقيت الخبر، صدمه، ما عرفتش باش تبليت، كنقول الله يرحمها. ما تقتيش، انا عرفت انه انت كتقولي لها لقينا كنحلم. لا 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 لا، ما يمكنش، كنقول ما يمكنش، يلاه البنت كانت معنا صحه سلام، فالواحد خصو يعيش حياته، خصو يعيش نهار بنهارو كانه كيعيش اخر نهار في الحياه، حيت ما كنعرفوش الموت كتخطف، ما كنعرفوش شحال باقي لينا في الدنيا. الوفاة ديال الصديقة ديالك والمؤثرة المغربية للمغرب كله كيدعي لها بالرحمة والمغفرة، علمنا درس على الحياة قصيرة كما قلتي، شنو تعلمتي من فقدانك لصاحبتك ورفيقة الدرب ديالك؟ صراحة كنتعلمو بزاف الحاجات، أنا يلاه فقدت الجدة ديالي، ماشي بزاف دابا، شي شهر دابا، اللي كانت عزيزة عليا بزاف، وتمنيتها تكون حاضرة معنا هاد رمضان وتتفرج فيا ولكن ربي بغاها كيف ما كنقول لك، وهذه هي الحياه، هذه سنه الحياه، واحد النهار غادي البقاء لله. الدنيا ما كتسوى والو رباب، ما كتسوى والو نهائيا، الدنيا فانيه وما كتسوى والو. حنا كنخدموا كنعيشوا كنديروا داكشي اللي خصو يدار، والله يغفر لينا الا كنا كنديروا شي حاجه خايبه، والمسامحه من اي واحد درنا ليه شي حاجه خايبه بلا ما نقصدوا، وهذا الشيء اللي كاين، وخصنا نتهلاو في حبابنا ونبغيو الناس اللي دايرين بينا، حيت ما عرفناش شكون السابق. فوالا، ما بقيت ما نقول لك، الله يصبرك، انا عرفت انه الموت صعيبه، ودقات مقاربين كي كنقولوا ما سهلاش، ولكن انت اقوى، واجبك المهني وحبك للمغاربه واللي ماشي ديالك زابك، وماكيتي وانا كنشوف كتقولي الماكياج عافاك ولا ما نديرش حاجه صاغزي عافاك غير بلاش. حيت ما يمكنش هذه الخدمه، خصني ندير مكياج وخصني نلبس وخصني نخدم. خدمتك زعما جالسه وانت
ما كرهتيش كل ما كون عندك الدي اوف اليوم وما كنتي لكاع خدام؟ ما كرهتش، ولكن هذه الخدمه معنا ما نديرو، كنطلب من الناس كاملين يدعوا المجد بالرحمه والمغفره، الله يرحمها يا ربي، والله يرحم جميع موتانا المسلمين، والله يدخل علينا هذا الشهر المبارك ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. الله اخر الاحزان يا ربي. يا رب امين يا رب، وشكرا لك على هذا. شكرا لك ربي. الكرام ثاني ما بقى لي غير نقول لكم حواري رفقه ممثله الخلوقه والهادئه ربيع بوصلني هي ديالو، تبقاو على خير. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومستقبلين، وباقي مواصلين معكم استقبالنا النجوم سيتكوم رمضاني زنقة السعادة، ويشرفني ان يكون مع الفنانة الخلوقة والجميلة ومحبوبة المغاربة الام الحنون والمغربية القحة لالة هدى صدقي. مرحبا بك. الله يبارك فيك علاء، وشكرا، وانتم مرحبا بكم عندنا في زنقة السعادة. بارك الله عليك، انت باتي لي حاكمة الزنقة، حنا فين؟ حنا في خدمات بديعة. شوفوا اللي بغى يشارجي، باغي يشارجي تليفون فقعوت لي دير 100 درهم دير لي 200 درهم اللي بغى يخلص ما ضافضه حتى حاجه، هي مراجلي يديها مراجلي اللي بغى يخلص كار اللي باغي، المهم على حسب. بارك الله عليك هدى صدقي، انت عودتي جمهورك وعودتي المغاربه على التنوع، على انه ما تكونيش فنانه نمطيه واللي شافوك فيه يفقه، ديما تعودناك الهادئه الكارم. قولي محيحه في هذه الزنقه، قولي لي على البال هذه البديعة. شكون اللي قالها لك؟ قولي راكي حاكمة لا 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 لا، شوف هو بيرسوناج زوين بزاف، وبيرسوناج مختلف على 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 الشخصيات اللي فايت لي جست من قبل في الأعمال الدرامية، وحتى في لي سيت كوم اللي فايت لي شاركت فيهم. فبلا ما ندخل معك في لي ديتاي ديال هاد الشخصية، نخلي حتى يكتشفوها الناس. المهم راه خدمات بديعة تدل على كل شيء، وكيطراو مواقف زوينة بزاف في هاد الخدمات بديعة في هاد المحل هذا بالضبط. تبارك الله عليك، إذن العمل فيه تولع من النجوم المغاربه، كاين اللمسه النسائيه الثانيه كذلك بتوقيع المخرجه صفاء بركه. كيفاش لكم اليوم الستاف العمل؟ كي غادي التغناج؟ التغناج غادي زوين بزاف، حنا قربنا نسالي والحمد لله، دازت الامور على خير مع شركه انتاج اللي دائما كنشتغل معها، ايضا مع المخرجه صفاء بركه لاول مره كنتعامل معها، انسانه جد محترفه، انسانه طيبه وحبوبه، وكنتمنى ما يكونش اول ولا اخر عمل زعما اللي كيجمعنا. وبالنسبه لي زاكتور اللي معنا، فمعنا نجوم كبار بزاف اللي فايتيه تعاملت معاهم في عده اعمال، وكاينين نجوم لاول مره غادي يجمعنا عمل. تبارك الله عليك، واكيد موفقه، وانت لمستك ديما حاضره ومحبوبه المغاربه وكتدخلي للقلب، هذه لا غبار عليها. وخلى لهدى عرفت انه كاين شي حاجه اخرى في البنه فيها الطياب فيها اشنو وصلتك ما وصلتك ريحة شي دغميرة ولا ريحة شي طاجين كيطيب؟ داكشي المغربي القح. كاين عندي برنامج اللي هو سميتو وصفات هدى، اللي ان شاء الله غادي يكون على القناة الأولى خلال شهر رمضان، والناس غادي يبقاو كل نهار نعطيهم فكرة شنو يكون عندنا فوق الطبلة ديال الفطور، وبغض النظر على الشهيوات وما هو عصري التجأنا حتى لما هو تقليدي، بحال درنا واحد التكريم ل 12 منطقة، 12 منطقة اللي عندنا في المغرب. دونك خدينا 12 جهه، وخدينا كل منطقه خدينا من هذاك اللب ديالها، يعني دوك الاطباق العصريه اللي الاطباق التقليديه المغربيه القحه اللي معروفه في هذيك المنطقه. انت معروفه بالحداكه، انت غير اليوتيوب ديالك اللي بغى يعرف لي دغميره شي طنجيه اللي عند لاله هدى. موفقه هدى، ونرجع معك شويه الحياه الخاصه، راك تعرفيني كنبغي نعرف لي معلومات والجمهور كيبغي يعرف، شنو سر هذه الرشاقه؟ ضعفي تا هدى شويه لا لا شويه حاولت. صح كاين اوبجيكتيف تولي الفعل، كاين اوبجيكتيف اللي الناس راه عارفينه، بالاخص الناس اللي متبعيني في الانستغرام كيعرفوا باللي يعني هذه واحد المده طويله وانا كنضارب مع الوزن باش نزوله، لانه ماشي مزيان، وبالاخص حتى الخدمه ديالنا كتحتم عليك انك تكون خفيف وتكون شي شويه دراشاقه، ماشي ديك الرشاقه، المهم شويه باش كتجيبي لسيون حتى للدار انت اللي تطلع لك في الدار وكديري كنجيبهم فوالا لي ماساج وداك الشيء، وحاولنا نحيدوا شي شويه ديال شويه الخبز شويه ديال السكر شي شويه ديال وصافي. عطيني لو سكري باش كيسير ريجيم تقاسمي مع المغاربه. وشوف راه الريجيم الواحد هو حيد عليك اليمنى اللي كتبقى سابقه انا شي شويه، ونقص شويه الخبز والسكر وصافي، هادشي اللي كاين. السكر واليمنى واليمنى وكاين واحد السر ماشي دابا ما بغيتش نقولو دابا. واخا شحال من كيلو طيحات هدى؟ دابا طيحت 14 كيلو. 14 كيلو ما شاء الله، وصلتي
اوبجيكتيف هذا حقيقي اوبجيكتيف زوين، ولكن قلت لك كاين واحد السر من بعد ماشي دابا. الله يوفقك هدى، واكيد الطراتي ديالي غادا بها هي ناجحه، وانت غادا بخطه ثابته مقله الظهور بزاف ديال الحوايج، ولكن كتختاري. الى نرجعوا شويه لحياتك الخاصه، تبارك الله دابا انت طابيلي اللي ام نيات ديالك، درتي الدخله ديال الدار الجديده. مرحبا بك، انت راك عارف راسك عزيز عليا وخويا. حياتي الخاصه شنو بغيتي تعرف فيها خويا علاء؟ مبروك الدار الجديده، انا عرفت بالدخله وداك الشيء، العيد ميلاد مع الدخله مع الدار الجديده مع الكوزينه، هذا الشيء. ما عرفتيش عليا؟ لا لا لا، مازال غادي ندير لك عراضه ان شاء الله، انت وشوف تيفي غادي تجيو عندي للدار، مرحبا بكم، وغادي نديروا جلسه تكون زوينه بقوه. صاروا نوريكم خديه وخديه خديه وخديه بقوه. تبارك الله عليك، الله يكبر فيك لاله. قضيه ديال تبدل العتابي، تبدل ديال العتابي، تبدل ديال العتابي. انا بالنسبه لي العتبه مهمه بزاف، وكنظن باللي الناس اللي غيكونوا كيتفرجوا فينا غادي يفهموا شنو بغيت نقول. تقريبا هذه واحد المده من سنه 2014 فاش بعت اول عتبه عندي اللي شريت انا وزوجي، بيان سور زوجي اللي شراها، راجلي ماشي انا نتابعه. ف يعني العتبه الاولى اللي تزوجت فيها وبنيت فيها حياتي ولدت فيها بنياتي، كانت صعيبه هذيك الخرله من ديك الدار. خرجت منها، ومنين خرجت منها وانا ما لقيت راحتي في حتى شي عتبه، ما لقيت راحتي في حتى شي عتبه نهائيا. ندمتي بعتي دارك؟ ندمت ندمت، ولكن دابا نسيتها، صافي دابا نسيتها. عوضك الله بعد. الحمد لله الحمد لله. بعتها، كانت دار زوينه، دار مرزاقه، دار فنه، وسورتو فاش كتشوف فيها وليداتك تزادوا فيها وكبروا فيها وعشت فيها لحظات زوينه الحمد لله. المهم كنقول اللي كان اللي علاش كنبرد على راسي، كنقول صافي ما بقاتش مكتبه في الرزق. من بعدها جاو موراها واحد ربعه د العتابين اللي ما كنرتاحش فيهم. كتشري هدوء تبيع؟ كنشري وكنسكن واحد العام ونص، عامين بحال هكاك زعما الماكسيموم، ما كنلقاش راحتي. ما تفرتي تعاودي الفلوس. انا وانا العتبه عندي مهمه بزاف، الا ما لقيتش راحتي ما نقدرش نبقى جالسه، ما نقدرش. ولكن كيبقى فيا غير راجلي مسكين من هذا المنبر كنقول له اسمح لي بزاف بزاف بزاف. لا اكيد عنده دور كبير، لانه مسكين راك عارف، التسجيل والتحفيظ وكل شيء كيمشي ليك داير لك الخاطر، وداير لي الخاطر مسكين. اخر عتبه اللي هذه اللي ساكنه فيها الحمد لله، انا فرحانه بها، كيقول لي صافي شدي عبارك متاكده ما غنرجعوش هاد النوطه. انت بغيتي ديري افون وان نوطه، تنقولوا لا صافي صافي، هذه هي اخر عتبه ان شاء الله، والحمد لله انا مرتاحه. الله يدخلك بالصحه والسلامه ويحفظ لك بنياتك. انت بيتوتيه، وخصك تكوني في واحد الوسط اللي مرتاحه فيه، لان معظم اوقاتك كدوي مع فامي. اكيد انه تبغي تختاري راحتك. رمضان واحد المناسبه اللي المراه المغربيه كتضرب فيها تماره بزاف، كديري لاله هدى في الكلينه وحدك؟ دابا داك اللي كنشوف في اليوتيوب هو اللي كياكل من الدار. واش بالك؟ غنسولو. واش بالك؟ وسولو. لا لا لا، شوفوا انا كنحمق على شي حاجه سميتها لا كويزين ولا باتيسري، ولانه هي هوايه ديالي، وهذيك الهوايه كنرتاح فيها بزاف. فاش ما كتكونش عندي الخدمه، الحاجه الوحيده اللي كندير واللي كنبرد فيها حتى دوك الاعصاب ديالي ومني كنكون مقلقه وكذا الى اخره هي الكوزينه. فعزيز عليا نختار، عزيز عليا نبتكر في الشهيوات، واخا الحاجه ما تصدق ليش تنقول ماشي مشكل، المهم جربتها. لا لا كيصدق، لا لا طيابي كله كيصدق، والدليل على هذا راه الناس راه كتسمعوا الناس شنو تايقولوا. المرو الجايه كطيبه الويده من عندك، كتحلي اليوتيوب كتبرك تقطب بلدي طاب. امين يا ربي امين. احنا في رمضان واحد المناسبه اللي كبيره عند الله، شنو بغيتي تقولي للمغاربه بمناسبه الشهر الفضيل؟ نبغي نقول لهم رمضان كريم، يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، وتسناوني ان شاء الله في هذا رمضان بجوج اعمال اللي غادي يعجبوكم بزاف، اللي هو زنقه السعاده اللي غادي يكون على القناه الثانيه، وايضا البرنامج ديالي اللي سميتو وصفات هدى غيكون على القناه الاولى ان شاء الله. ولدوا كتبتكم باش تكتبوا الوصفات. وجدوا وجدوا وجدوا، كتبوا وطبقوا وشاركوا معايا التطبيقات ديالكم. تبارك الله عليك لاله هدى. مشاهدينا الكرام، حتى هنا ما بقى لي غير نقول لكم حوالي رفقه الفنانه والممثله الخلوقه المغربيه القحه لاله هدى، وصلني هذه ديالو، تبقاو على خير. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مواصلين معكم استقبالنا النجوم العمل وسيتكم رمضاني زنقه السعاده، ومعايا الفنانه القديره لاله سعاد خيه. مرحبا بك، فرحان اليوم نتلاقاك. الله يبارك فيك، شكرا علاء، انا فرحانه اني نكون معكم ومعك بالضبط، لان عندك معزه خاصه، وشكرا لانكم جيتوا تشوفونا في الاستوديو
زنق السعاده، وكنتمنى يا ربي تكون زنق السعاده بصح. اكيد وجودكم غيخلق سعاده عند المغاربه، وعرفت انه الدور عندك مميز. عودت لهنا مراه ارستقراطيه اللي وقع لهم واحد الازمه، دوري فيها البيرسوناج احلى الكراد ديغرادات. وهو شوف المفارقه الزوينه في زنق السعاده، ان نيت جينا نعيشوا السعاده اللي كنت ناقصنا وحنا لاباس علينا، ما كناش عارفين معنى ديال السعاده، لان كنخايدين في الحياه يعني البرجوازيه اللي واخدينا حنا من واحد المنظور خاطئ ديال الاستمتاع بزاف، وانك ما تكونش رد البال للحياه الحقيقيه اللي كيعيشوها الناس، وتكون في واحد العالم اخر، عالم ديال السحاب، ومي كتوقع لك شي ازمه كتنزل لارض الواقع وكتشوف الناس كيفاش عايشين، الناس كيفاش كيتضربوا على لقمه العيش وبريضة وبصدر رحب وواخدينها بأريحية. وهذه هي المفارقة، أننا واش هما يطلعوا عندنا ولا حنا ننزلوا عندهم، حتى واحد ما يقدر يطلع حتى واحد ما يقدر ينزل، ولكن تعايشنا أننا بقينا كنشوفوا الأشياء الإيجابية والأشياء الزوينة، أنك الأشياء الإنسانية، لأن تخلق اللمة والإنسانية والتضامن، وأنك تلقى الجار عارو على جارو، وكتلقى فيما كتلقى الأزمة الصغيرة كيكون فيها الكبير قبل الصغير. إذا شفنا المجتمع المغربي صغير في زنقة السعادة، وكنتمنى يا رب أن الدور يعجب الناس، لان كاين مواقف كوميديا، حيت ملي تيكونوا مواقف كوميديا هناك تتكون الكوميديا مزيانه، وتتكون انت فوالا تتكون انت ضامن ان ممكن هذيك اللحظات يخلقوا ابتسامه صغيره في عز ما نعيشه من حروب، من الام، من مشاكل. وكنتمنى ان الابتسامه تكون ان شاء الله عامه هذا العام. اكيد دائما كاين الابتسامه، وانا كنعرف حبك لهذا الميدان وحبك لجمهورك، واخا كتمري من معاكه صحيه جيتي للتورناج وحاضره وباغي تكمل. هي ما عندكش العذر مي تتكون في عمل، تيطغى عليك الواجب، تيطغى عليك انك الاخلاص للعمل. تقصيت في عيني، عندي واحد امتي ميكروب قصني في عيني، دار لي ان كيست اللي ما خلينيش نخدم، ولكن لان التزامات خاصك تكون حاضر، وحبك لهذا الميدان وحبي للعمل، غنكمل شويه ضروره ولكن غنكمل ان شاء الله. اكيد هذا هو التضامن، وهذا هو الختال اللي شفناه عندك، لا في المسرح ولا في السينما ولا في التلفزيون، الجمهور كيبغيك، وعندك تبارك الله قاعده جماهيريه كبيره، وعندك مكانه خاصه في قلوب المغاربه. حضرة مدان دراما الكوميديا فين؟ كاينين بجوج، غير الدراما غادي كان مقرر ان تعرض في رمضان، ولكن لا ماشي جودية، كان جريت وجاريت، ولكن الظروف خارجة على ارادتنا، حنا ما غيتعرضش في السباق الرمضاني. خير اي حاجة انها خير، ياخذ وقته ويتشاف وقته، والمهم وكنتمنى النجاح لجميع الممثلين وجميع الاعمال اللي داخلة السباق الرمضاني او داخلة في السباق الموسم، وكنتمنى اننا كلنا نديروا اعمال جيدة ونكونوا في مستوى طموحات جمهورنا اللي دائما مساندنا ودائما معنا. كنشكرهم وكنقول لهم من خلالكم انا مدينه لكم بكاع النجاحات، ومدينه لكم بالعديد من الاشياء، هنا كنعبر لهم على حبي واحترامي لهم، ويا ربي نتوفقوا في مهامنا. موفقه باذن الله. وحنا في رمضان كيدير انت في الدار شويه، كاين شي شقه ولا لا؟ لا كاين شقه، انا ما كنجلس بحال كل مرأة انا ما كنجلس، لان رمضان هو العائله، هو المد العائله، هو الجو العائلي، وهو الوقت الوحيد اللي يمكن كنقضيه كلنا مع بعضياتنا، رغم ان هذا العام غايب ولدي وبنتي ما يكونوش معايا. مي كيف رمضان بلا وليدات؟ ما زوينش، ما عندوش الطعم، ولكن تتقول ان نقص عندك في الميدان لالا سعاد؟ نقصني ولادي ناقصيني دراسه، واش اللي خلاهم يكونوا العمل؟ انهم بجوجهم غايبين، ولكن مع ذلك تنقول المصلحه، وحنا كنحاولوا نخلقوا جو رمضان، وكل واحد في الفيديو كل داكشي اللي كاين فوقيت هذا الفطور، وكاين الاجواء الروحانيه هكاك هي، لان هي الصلاه دائما كاينه، والله سبحانه وتعالى ما دائما احنا قراب منه، ولكن كنتمناو نتقربوا اكثر، ونكون يا ربي راه يكون ربي راضي علينا. اكيد اكيد تبارك الله عليك لاله سعاد، ما نطولش عليك لان الحياه الصحيه ديالك ما كتسمعش. شنو تبغي تقولي للمغاربه عبر قناه التلفزيون وجمهورك اللي كيبغيك بواحد الدرجه كبيره؟
نقول لهم رمضان مبارك سعيد، بالصحة والسلامة والعائلة، والصحة والسلامة والسعادة والخير والأمن والاطمئنان للمغرب والعالم ككل. وكنقول جمهوري شكرا، أنتم السند والله يطول في عمركم، واللي بغى شي حاجة يحقها له سيدي ربي في هاد الشهر المبارك السعيد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم معي الممثلة الجميلة قلبا وقالبا أحلام حلي، أكيد تبعتوها في مجموعة من الأعمال داخل وخارج الأرض الوطن، مشاركات عربية ومغربية كذلك رمضان، كابتن حليبة، نهضروا مثلا على الجودية، كاين أعمال كثيرة تبارك الله هاد السنة هادي، أنت مقبلة على ملاقاة الجمهور المغربي خلال هاد رمضان، وحنا اليوم في زنقة السعادة. كاين شي سعادة أحلام هاد العام ولا؟ كاين غير السعادة. في البداية شكرا على هاد في البداية شكرا على هاد حسن كيفاش ضيفتيني، بارك الله فيك علاء. جد سعيدة هاد المرة سيختو، لأنه دائما كنا كنشوفوا أحلام كناخذوها في ذاك الإطار الجميل، بنت زوينة كيوت. هاد المرة غادي تكون ربي يخليك، شكرا. هاد المرة غادي تكون شي شوية شخصية مغايرة. جدا سعيدة كنجسد هاد الشخصية ديال صوفيا، اللي هي غتكون بائعة خضر، غترون بلاسي اختها ما غاديش تكون، وغادي دير واحد الفوضى وغادي تخربق التلفزيون المغربي هاد العام. مخربقة. جيسبير كون الناس عارفوا تنوع مطلوب، علاش لا، وكنتمنى ان شاء الله هذا العمل ينال اعجاب المشاهدين. ودائما جد سعيده كنتعامل مع شركه، هذه الشركه الانتاج الكبيره ديسكونيكتد، والمخرجه صفاء بركه تبارك الله عليها، اللي هي اللي تحاكمين هذا رمضان، حاكمين يعني هجوم مغربي هذا العام ماشي طبيعي. ف يعني كنحس براسي زعما اونطوغي بناس بوزيتيف، وكاع لي كوميديان تبارك الله متعاونين وهذا، دونك كنتمنى ان شاء الله يكون شي حاجه زوينه وشي حاجه تضحك الناس، والاعمال القادمه ديالي تاهي ان شاء الله يشوفوها ويحكموا زعما يقولوا لي شنو رايهم. واخا احلام ندخل شويه في الديتاي ديال هذا البيرسوناج، كنشوف حتى الكوستيم ديالك اليوم نمر هذاك ياك نمر عجبك الفيغ. جوستومون حنا حاولنا باش نوعوا شي شويه ونطلع على ديك الصوره ديال احلام ديما، دونك حاولنا شي شويه بما انه هي اصلا غادي تكون ستشوفوا شعبيه مشرمله شي شويه، دونك بغينا شي حاجه ستيل اللي كيكون قريب لهذا الشيء، وكنتمنى الناس غيتفاجئوا فيها. بزاف الناس كيشبهوك في مجيز مجموعه من الفنانات، كاين اللي كيشبهك ريفاء وهبي، كاين اللي كيشبهك ابتسام تلكات، كيفاش كتشوفي هاد التشبيه هذا؟ تشبيه زوين اكيد، ابتسام تلكات غزاله وهيفا وهبي هي زوينه، كل واحد وزينه، كل واحد ربي عطاه حقه في الزين، الزين زين الفعال كما كنقولوا، اما الجمال الخارجي راه كيمشي مع الايام ما كيدومش. اكيد احلام حنا شفنا هذا البيرسونال ديالك قلتي مغاير على ما سبق، واكيد حتى في الديجيتمون ديالو مختلف على ما سبق كيف ما قلنا، ولكن قلت اتحيحي اشملكو بين يسار، عطيني شنو غيوقع هذا رمضان. طبعا كان عندي واحد المشهد اللي هو جد مضحك، غادي يكونوا معايا كلهم تقريبا. يسار شخص لطيف جدا ومهذب، كلهم صراحة، الخياري، رفيق بوبكر، والعديد صراحة من النجوم اللي تبارك الله عندهم صيت في الدراما المغربية وفي في 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 الكوميديا وفي التلفزيون المغربي. دونك تسناو ضروري تشوفونا ان شاء الله، وانا فرحانه لانه سيختو هاد السيت كوم كيتسناوه المغاربه على احر من الجمر، وحنا كيف ما كنعرفوا كيدار ديريكت مورا الفطور، دونك الاغلبيه ديال الناس كيشوفوه. جيت سعيده باش تبان شخصيتي الاخرى. تبارك الله عليك احلام بعض الصفحات في الانستغرام والناس اللي كيتبعوك كيقولوا لك تيتيله ديال الاعمال الرمضانيه هذا رمضان، شنو رايك في هذا اللقب؟ لا ماشي بصح، تبارك الله المغرب كله جمال، شي شويه ربي عاطيني حقي من الزين، والحمد لله كنشكر ربي على هذه النعمه. كاين الزين. تبارك الله عليك احلام باش كتواعدي جمهورك، وعرفت لانه غدا العراق على وديت برنامج مباشر، وماذا صحة المعلومة؟
غادي نكون متواجده في بغداد للاسف اول عام ما غاديش نكون مع مي بارون في المغرب. دائما في رمضان في المغرب نو دائما في رمضان في ما كنت كنرجع للمغرب. هذا العام غادي نكون متواجده في بغداد. غادي نقدم واحد البرنامج اللي هو يكون لايف ديال الخيام الرمضانيه ومسابقات وداك الشيء. وان شاء الله وانا جد حريصه انني نلبس القفطان المغربي باش ناكد نوري لهم راه حنا عندنا لباس زوين وتبارك الله القفطان المغربي ولا ماشي غير في العالم كامل ولا محبوب. دونك كنتمنى ان شاء الله الناس يتابعوني وتكون شي حاجه زوينه. احلام غادي نستغل تواجدك معايا ونبغيو نتاكدوا واحد المعلومه. بزاف الناس كيقولوا على انتي اصولك مصريه لبنانيه ماشي مغربيه. يلا تعلمتي الدريله شنو الحقيقه؟ المصريه هذه جديده عليا. دابيتو كيقول لي يا عراقيه ولا لبنانيه. لا انا مغربيه شلحه وكنفتخر انني كنتمي لهذا البلاد العظيم والزوين. غاتعلم الدريله وزدتي فيت انت. لا لا كنهضر المغربيه الريقلما وكما قلت لك جدا فخوره اني مغربيه الحمد لله. ان شاء الله وبالتزيد من تالق العطاء في تجربتك الاعلاميه العراقيه وحتى اعمالك الرمضانيه. قبل ما نختم معك هذا الحوار نبغيو كلمه اخيره لجمهورك والمتتبعين ديالك خاصه. اكيد بغيت نشكرهم كلهم واحد واحد ونقول لهم شكرا بزاف لدعمكم الاحلام. واكيد احنا بلا متابعين ومتتبعين ما كنسواو حتى شي حاجه. يا ربي يخليكم ليا. وبغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد كل عام وانتم بالف خير وكنبغيكم بزاف. باي باي. مشاهدينا الكرام ثاني ما بقى لي غنقول لكم حوارنا وصلنا لنهايه ديالو تبقاو على خير. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومازال في اطار استقبالنا النجوم بهذا العمل الرمضاني الضخم اللي هو سيتكم زنقه السعاده. واليوم باقي معنا السعاده باقي حاضر معنا سي سعيد قلت الفنان المغربي الخلوق اللي المغاربه كيشوفوا اطلالاته خاصه في اعمال اللي مختار او كيكون فيها دقيق نقدروا نقولوا وعارف فين يبان. اليوم هو نقد السعاده فرح نتلاقى معك سيدي سعيد مره اخرى. شكرا خويا علاء ومره اخرى تنشكر الاخوان ديال شوف تي في. بالنسبه لهذه السلسله اللي انا اللي شاركت فيها اليوم شاركت مع نجوم كبيره كسي محمد الخياري اللي من العائله ديالي وصديق ديالي. يعني شرف كبير ليا باش نشتغل مع الخياري ومع الاخوه اللي معاه. ان الخياري انا خدمت معاه في 2011. يعني الخياري شنو نقول لك واحد العلاقه تجمع بيني وبينه علاقه كبيره. ولد الشطاط راه ولد عمك. ولد عمي من ولاد بوزيري وتحياتي النازية ولاد بوزيري وتحياتي النازية الشطاط. بالنسبه للاستاذ محمد الخياري يعني باش تخدم حدا محمد الخياري ماشي سهله. يعني تكون على اليقين واخا تكون صاحب ولا تكونش ولكن تخدم معاه تخدم حدا واحد الهرام وهرام كبير. كنسب الضوء عندكم شي مضاربه شي فرايه علاش الواقع؟ شكون مضاربين؟ علاش مضاربين اسيدي؟ لا ما نقدرش نقول لك دابا ان شاء الله حتى رمضان ان شاء الله وغادي تحكم والجمهور المغرب غادي يحكم. بالنسبه كاينه نجوم اخرى كاينه الناس كبار كاينين مشاركين في هذا العمل كاينين الاساتذه الكبار اللي كاينين والحمد لله العمل غادي في جيد مخرجه في مستوى كل شيء في مستوى. فانا عجبني الجو اللي كاين بعدا عجبني. جو عائلي عند النقري راكم عائله. وسي خالد النقري من راه ديال الدار الكبيره كما تيقولوا العروبيه ديال الكرم وداك الشيء الحمد لله تنشكره. يعني واحد الجو اللي بان لي جو زوين هنا. يعني انا عجبني وتنتمنى من الله ان شاء الله هذا العمل يكون جيد. اكيد ان شاء الله بوجود هذه التله من النجوم. ونرجعوا للبيرسوناج ديالك. عرفت انك انت كتقدم بيرسوناج بدوي بسيط قريب ليك. علاش اختاريتي هذا ولا اختاروك في هذا الدور هذا اللي كنشوفوا انت بحال مثلا سيكونت دابا اللي كنتي اون تورنال بحال كيف ما بارك معايا سي سعيد. واش كتشوف هذا الدور قريب ليك انت؟ وراه شرف كبير ليا انا باش نمثل عروبي. راه شرف كبير ليا انا لان اصلا انا والسطاس والشاويه الشاويه راه بلا ما نهضروا عليها هي الغليم ياك ابوي الغليم قال الخضر تفف وليزار يولف. يعني انا تعجبني هذا البيرسونيل خدمت يعني كاين ادوار اخرى اللي كنت خدمت فيها في الامن فادي ولكن انا تعجبني نخدم هذاك الشيء ديالي هذاك الشيء اللي عندي اللي تيشبه ليا. فشرف كبير ليا هذا باش المخرجه تعزلني وتقول لهم يلعب هذا الدور. هذا شرف كبير ليا انا الاستاذه المخرجه راه استاذه كبيره ماشي سهله. اكيد صفاء بركه عندها اللمسه ديالها في هذا العمل الرمضاني زنقه السعاده. مراهنين عليها انها تكسب الحب ديال المغاربه وباش تضحك المغاربه ما سهلاش. شنو كتوعدوا بالجمهور المغربي من خلال هذا العمل؟ وبالنسبه لهذا العمل راه كاينين تبارك الله كما قلت لك كاينين ممثلين كبار لا من الرجال ولا من النساء كاينين ناس كبار تبارك الله. فان شاء الله انا تيبان لي هذا العمل اللي جيت انا اليوم باش نشارك فيه تيبان لي عمل جيد وغادي يعطي الكلمه ديالو ان شاء الله. سيدي سعيد ما سخيتش بك كلمه اخيره للجمهور ديال شوف تي في والناس اللي كيتبعوك وكاين شي اعمال اخرى بعدا ان شاء الله. كاين اعمال اخرى ان شاء الله ورا رمضان اللي غادي تكون ان شاء الله
وكما تنقولوا للجمهور المغربي رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، واللي ناوي شي حاجه ان شاء الله يوصل لها. مولاي كرام كيفما شفتوا حتى هنا ما بقى لي غير نقول لكم حوالي رفقه الفنان سعيد قلت لي اكيد كلكم كتبعوه وكتلفوا وصلنا النهايه ديالو، تلاقاو في الخير، السلام عليكم.